أمير. بتموت يا فريحة. رح أطيب، رح أطيب. ابني العزيز، عم اكتب لك هاي الرسالة مشان اشرح لك كل الحقيقة، لأنه ما فيني اقول لك اياها بوشك. ما شرحت لك هالشغلات يا ابني، سامحني. يا ابني أنا مريضة، معي السرطان، وما بعرف إذا رح طيب منه ولا لا. أنا كتير خايفة يا أمير، بس أنا ماني خايفة من الموت. أنا خايفة إنه ما شوفك أنت وجان مرة تانية يا عمري، وخايفة كمان ما أقدر كون جنبكم لما تكونوا بحاجتي، أو حتى إني ما أشوفكم مرة تانية أبدا. بدي أقلك إذا صار لي شيء، بأمنك بأخوك وبأمنك بحياتك أنت كمان. الحياة قصيرة كتير، لا تنسى هالشي أبدا. بحبك كتير أمك.